حالة من الانبهار والذل داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري. المنتخب المغربي للفوتسال يتفوق على المنتخب البرازيلي بنتيجة ثقيلة، نتيجة متدوية جدا، 5 أهداف يا جماعة. لكن في البداية دعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وأهم حاجة شير الفيديو عشان كل حبايبك وكل أصحابك المغاربة يتفرجوا على الفيديو ده ويتعرفوا على الأحداث الرياضية المغربية الجديدة الحصرية أول بأول في إطار بطولة كأس العالم للفوتسال المنظمة على الأراضي المكسيكية. وطبعا الجامعة الملكية المغربية لو شافت الأداء دول هتعيد حساباتها مرة أخرى وهتضم اللاعبين دول إلى قائمة المحترفين المغاربة، إلى قائمة المنتخب المغربي الأول. وفي نفس الوقت البطولة مكونة من 4 مجموعات، المنتخب المغربي بيقع في المجموعة الرابعة، المجموعة الصعبة جدا، المجموعة القوية، مع كل من المنتخب البرازيلي وتشيلي بالإضافة للمنتخب الهندي. المنتخب المغربي للفوتسال الجالية المغربية الموجودة في بلجيكا تتفوق على المنتخب البرازيلي بنتيجة ثقيلة، نتيجة مدوية جدا، 5 أهداف مقابل 2. يتقدم المنتخب البرازيلي مع الدقائق الأولى من عمر المباراة، ثم يعدل المنتخب المغربي النتيجة ليصبح النتيجة 1-1. ومع نهاية الشوط الأول يتقدم المنتخب البرازيلي ليحرز الهدف الثاني وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح البرازيل. ومع انطلاق صافرات الشوط الثاني يحرز المنتخب المغربي الهدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2. وبنتيجة مدوية 3 أهداف متتالية يحرز المنتخب المغربي 3 أهداف متتالية لينتهي اللقاء الحاسم جدا، اللقاء الممتع الشيق جدا، بنتيجة 5 أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل 2 للمنتخب البرازيلي في إطار بطولة كأس العالم للفوتسال والتي تنظمها المكسيك غيابة عن الفيفا وعن الجامعة الملكية المغربية. ألف مليار مبروك المنتخب المغربي، مشرف الكرة المغربية، قائد العرب، قائد الكرة الأفريقية، مشرفنا في جميع أنحاء الكرة الأرضية. فوز ثمين وغالي جدا للمنتخب المغربي، ألف ألف مليار مبروك مع أطيب التمنيات بمزيد من التقدم والانتصارات في جميع أنحاء الكرة الأرضية على جميع أنواع الأنشطة الرياضية وجميع أنواع الفئات العمرية. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.